الخبر التالي بعنوان: اللجنة الوطنية بأديس أبابا تختار الاستشاري وتحدد آلية العمل. كشف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن اجتماع اللجنة الوطنية لمصر والسودان وإثيوبيا المكونة من 12 خبيرا في أديس أبابا من 20 إلى 23 من سبتمبر الحالي يناقش آلية العمل وتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المكتب الاستشاري الدولي واختيار المكتب الذي تتوافق عليه الدول الثلاث. وقال في الاجتماع أن الاجتماع الذي سيحضره وزراء المياه بالدول الثلاث حيث يستغرق وقتا طويلا لوجود الشروط المرجعية المتفق عليه. وقتا طويلا أعتقد 3 أيام يعني كافية أن هم يناقشوا كل الملفات الخاصة بهذا الشأن وتحديد طبعا الاحتياجات المائية. ده شيء مهم جدا. آلية العمل مطلوبة في أي شيء وليس فقط في هذا الشأن. من المهم جدا أن قبل ما نخوض أي مشروع يكون في آلية عمل من خلالها نقدر نستطيع نحدد النتائج اللي احنا نرجو أن نحصل عليها بعد كده. طيب معانا دكتور ضياء القوسي الخبير المائي. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. عايز حضرتك تعلق لي على اللجنه الوطنيه اللي موجوده باديس ابابا وتختار اللي هي بتختار دلوقتي الاستشاري وتحدد اليه العمل في توفير المعلومات والبيانات اللي بيحتاجها كل الدول والمكاتب الاستشاريه لكل دول المنطقه. والله هي اللجنه اللي فيها 4 أعضاء من كل بلد، يعني فيها 12 خبير. ده حقيقه. وال 12 خبير دول من مصر والسودان واثيوبيا. نعم. ومفروض ان هؤلاء الخبراء لديهم من المعلومات عن المكاتب الاستشاريه الاقليميه والعالميه بشكل كافي. نعم. هم المفروض ارجو واتمنى وامل ان يستقروا على مكتب الاستشاري بشكل سريع، لان من الواضح ان 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 كل طرف سيحاول ان يجتذب المكتب الاستشاري الذي يظن انه يمكن ان يكون الى جانبه. نعم. ومن هنا فإن هذه العملية قد تستغرق كثير من الوقت. أرجو أن يتفق جميع الأطراف على مكتب الاستشاري واحد بشكل سريع جدا، وأن يكون هذا المكتب الاستشاري على أعلى مستوى. نعم. بحيث أن كلامه يصبح نافذ. طيب دكتور ضياء، هل المكتب الاستشاري ده النتائج اللي احنا بنأمل نوصله إليها ولا في نتائج برضو احنا بنرجوها؟ ما هو دلوقتي الإجراءات بتقول أنه ما يتفق على مكتب الاستشاري، ومكتب الاستشاري سيقوم بالدراسة ثم يأتي بالتوصيات، وإذا أعجبت التوصيات الدول الأطراف الثلاثة كان بها. جميل. فإذا لم تعجب التوصيات الأطراف الثلاثة سنعود مرة أخرى إلى أفراد دوليين لاختيارهم واستشارتهم في الموضوع. فأنا أرجو أن يكون المكتب الشارع على مستوى عالي جدا بحيث أن العالم كله يشهد وأمام الجميع وتحت أعين وأبصار العالم كله أن القرار الذي يوصل إليه المكتب الشارعي قرار عادل ومنصف لجميع الأطراف. نعم. وإذا اعترض أي طرف على كلام المكتب الاستشاري يبقى العالم يعرف برضه إنه هذا الاعتراض ليس له أساس من الصحة. وأرجو أن نتمادى في الخلافات بقدر ما نوافق جميعا بشكل سريع. طيب. للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة. دكتور ضياء، بصفة حضرتك يعني خبير في المياه، كيف ترى أهمية التوصيات أو إيه التوصيات اللي احنا بنأمل إن هو ينتج عنها هذا المكتب الاستشاري؟ أصل التوصيات واضحة جدا، احنا عندنا مشكلتين همتين ورئيسيتين. نعم. المشكلة الأولى هي مشكلة اكتمال تصميمات السد. هذه التصميمات مصر التقرير السابق للجنة قال ان اثيوبيا لم تقدم التصميمات الكافيه. نعم. والدليل الاكبر على هذا انه حصل منذ اسابيع قليله ولا منذ ايام قليله انزلاق تحت السد اضطر المقاول الى حقن التربه في هذا المكان. معنى هذا الكلام ان التصميمات لم تكن كافيه. دي نمره واحد. نمره اثنين ان مصر خايفه على حصتها. ولا يستطيع اي مصري في اي مكان في العالم ان يتنازل عن متر مكعب واحد من الحصه التي تحصل عليها منذ 1959. تمام. نمره 3 اللي هي التخوف الشديد من انهيار السد نفسه سواء كان بعد ملؤه بالمياه او قبل ملؤه بالمياه، وهذه مشكله كبرى. نيجي للمشكله الرابعه وهي مشكله ملء الخزان. مشكله ملء الخزان مشكله سنويه سيتم الاتفاق عليها، انما اهم حاجه بالنسبه لنا ان مصر لا تفقد متر مكعب واحد من حصتها. نمره 2 ان يكون هذا السد سليم بعد الانشاء وقبل الانشاء وبالابعاد التي توصل اليه. نتمنى يا رب يتم الوصول لهذه التوصيات اللي حضرتك اشرت ليها دكتور ضياء. بشكرك جدا يا فندم الدكتور ضياء القوسي الخبير المائي. شكرا لك.